المخ عندنا بيتكون من تو هيمسفير، كل جزء بيتكون من فور لوبس. عندنا فرونتال، تيمبرال، باراتيال اند اوكسيبيتال. فوكال سيزر او البارتيكل سيزر جنريتد ان اور افكتد وان بارت اوف برين، ممكن يسيب بارت اوف لوب او ممكن يسيب الهول هيمسفير. السيمبتومز ممكن تختلف على حسب المنطقه اللي بيحصل فيها السيزر. الإبيلبسي عبارة عن two types: partial seizures و generalized seizures. أول type اللي هنتكلم عنه بعد كده باستفاضة simple type، the second one is complex. الفرق بينهم بسيط، الفكرة إن اللي بيحصل في simple إن الشخص بيبقى مدرك أو واعي للأعراض اللي بتظهر عليه، أو مش بينسى إن الحاجات اللي حصلت له ديت. لكن في الكومبلكس شخص بيبقى مش مدرك، مش واعي، ممكن ينسى ايه اللي حصله بالظبط في الأعراض اللي ظهرت عليه من ثواني لدقايق، ينسى الفترة دي تماما. والهكذا تاني type generalized seizures، واللي بينقسم ل two types: absent seizures أو tonic clonic seizures. absent seizures كان بيسمى petit mal seizures، ده بيحصل lapses في consciousness، الشخص بيبقى كأنه سرحان لكن هو مش مدرك تماما اللي بيحصل حواليه. تاني حاجة تونيك كلونيك، ودوت بيحصل فيه loss of consciousness، مش مدرك تماما، و body stiffness shaking. الإبيليبسي هو مرض الصرع، بس مش زي ما احنا متخيلين ان اي حد عنده مرض الصرع يبقى المفروض نبعد عنه، لا طبعا. وطبعا هما زمان كانوا دايما بيفتكروا ان مرض الصرع ده بيبقى جاي من سحر ومن شعوذه ومن اعمال شياطين وكلام من ده، لا هو بسبب ان بيبقى فيه مشاكل في الالكتريكال سيجنال في البرين. وهنا البارتشل ابيليبتيك بيشنت كان عندها فيلينج اوف فير وانكزايتي وديجافو، لان البارتشل ابيليبتيك بيشنت بيبقى عنده الكتريكال ديسفانكشن اوف تمبرال لوب اللي مسؤول عن الهيرينج.
النيورونز بتعمل ترانسميت لإلكتريكال سيجنال. احنا دلوقتي عندنا البوتاسيوم تشانل. البوتاسيوم لما بينتر للتشانل وعلى الرغم من ان هو بوزيتيف للتشارج الا ان ده بيساعد على الكوندكشن بتاعه الالكتريكال سيجنال. طيب هي التشانل ديت لما يحصل لها بلوك اكيد طبعا البوتاسيوم مش عارف ان هو يدخل، فده هيعمل مشكله في السيكونس بتاعه الالكتريكال سيجنال ثرو ذا برين. طيب احنا بقى الدواء بتاعنا اللي بيشتغل على حاجه زي كده او هيخلي ان البوتاسيوم تشانل يحصل لها اوبن هو الايزوجابين. يبقى الايزوجابين ده لما يفتح التشانل ده هيساعد ان السيكونس بتاعه التشانل ترجع تاني وان الكوندكشن بتاع الالكتريكال سيجنال ثرو ذا برين يرجع تاني السيكونس بتاعه مظبوط. وزي اي دواء تاني ايزوكابين ليه اعراض جانبيه زي blurred vision, dizziness, weakness, drowsiness, difficulty in urination, وكمان tremors. We are going to talk about interactions of isocapine drug. The first one is interaction with early states, which may cause weight loss and antihyperlipidemics. If we take alcohol, marijuana, or antihistaminic drugs such as acetylzines with isocapine, we must take care of drowsiness. There are main interactions with drugs for sleep and anxiety, such as diazepam. It acts as a muscle relaxant with narcotics pain relievers such as codeine. We must check for allergy and cough, and we may be interfere with certain lab tests like serum and urine bilirubin.